استنى، انت نازل؟ طب البس حاجة تقيلة عشان الجو برد. خبر ايه يا مرة؟ علي يعني انت اللي سفينة؟ والله ايوه هي دي الوضعية اللي على القعدة البلدي. اهلا ومرحبا بيكم اعزائنا المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسم محمد، فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون رياكشن. يا جدعان قبل اي كلام انزل حط لايك للفيديو عشان عارفك بتنسى وتمشي. شفت انت الفيديو اللي فات وما عملتش لايك؟ المهم ده كل الناس اللي لسه جديده معانا اول مره اتفرج عليا، انزل اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، انضم لاحسن جيش في اليوتيوب، جيش اسم محمد. يلا بينا نخش على الفيديو. لقيت مالك يا صاحبي احكي لي، سيبني في حالي يا زميلي. شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفيني. هو ايه اللي الترك بيعمله ده؟ الوضعيه دي فكرتك بايه؟ ايوه هي دي الوضعيه اللي على القعده البلدي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ اي سفينه تطلب عيني هنديله تحب تشوف ما نكتر شوف. ده لا دي مش شريط تصوير فيديو تيك توك، دول جاموستين بيعرفوا ببعض. هو في حاجه طيب مزعلكوا؟ يعني انتوا كده بتخانقوا مش بتصوروا فيديو تيك توك؟ تبوظ الشرع يا رب. ده استنى هوريك. ايه ده؟ وريله ايه بقى؟ هادي شتمتك ليا، وادي كلامك عليا بسكرينات. يا حول الله، كان له التركي كان له ماسك تفاحيه. سوري سوري كنت فاكر برتقال. شوف الفيديو اللي بعد كده. قول كاني مالك يا صاحبي احكي لي، سيبني في حالي يا زميلي. شاب فندق ديزاين علي يعني انت اللي سفيني. لا ما انا عاوز افهم برضه، هو في صدقني انا لو اعرف اقول لك بجد. يعني هو في انا ذات نفسي مش عارف، يعني حتى ده التمثيل ده مش ماشي مع كلام الاغنيه. لا ده ترند على قواوه طيب، يعني ده مش تمثيل على الاغنيه خالص. الله سفينه اطلب عيني هنديله. يا رب ارحمني بقى، عجل بامري عجل بامري عشان خلاص انا خلاص. لا بجد احنا ما اتفقناش على كده. ده الصم بقى لحد هنا كده. ايوه انا عاوز انزل من على ام الكره الارضيه دي، نزلني خلاص انا زهقت والله. انا انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في هو ده كده نسميه خرب الكزبره. اجي اتكلم حد يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. طب بص يا عم الاسد، انا بقول تاخد مراتك وتخش جوه عشان فينا وش هنا في المنطقه. مش عايز يقلع هنا اللي هيتكلم ويعمل يقلع يطلع ميتين امه. ده من رايي يعني، وانا عارف انا عارف واحد سبيك انت تضحك عليه، عارف ان انت كنت قاعد مع الواد ابن سعيد عكاشة امبارح وضحك عليك، قال لك التيك توك بيدي فلوس. انت طبعا ما صدق الحاجه الوالده طبعا سمعتكم وهي بتعمل لكم كوبايتين الشاي فما صدقت. تعالى على بختي وبختك يابا. ايه ده؟ عشمني فيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. استهدى بالله كده يا حاج وخد مراتك وشوف شغلك، شغلك اللي انت سبته عشان خرى تيك توك ده، بعدين يعني ايه ده؟ اسكيز مي وير ماي هاو از ماي هاو. يعني لا انت ماشي مع الاغنيه عامل زي الولية اللي بتطلع في قناته الاولى بتقعد للصم والبخم دي. استهدى بالله كده يا حاج مش عايز اشوفك تاني، المره الجايه مش هسمع عليك. اللهم بلغت اللهم فشل، لا المحو ولا مرجح. انا من رايي بلا من رايك ولا اي حاجه. استنى خلصت الامتحان؟ لا ما تخافش. لا خايف اكيد النتيجه هتكون كويسه. لا مش كويس خالص، انت عملت اللي عليك، كل الباقي على ربنا. والله انا سايبها كله على الله، ومهما كانت النتيجه فانت هتفضل احسن واحد في الدنيا قدامي. صراحة يا جماعة أنا قلبي انشرح لها. إيه بقى الحاجات الحلوة اللي تفتح التيك توك عشانها؟ احرق أبو اللي جابك. بنت دي طبعا واخدة الترند اليومين دول على التيك توك. طب تعالى نشوف لها فيديو تاني. استنى أنت نازل؟ طب البس حاجة تقيلة عشان الجو برد عشان ما تاخدش برد.
يا مسهوكه يا بيه، طلع لسانك واخبطه كده، جايز في حاجه؟ ايه طلع لسانك واخبطه، مش فاهمين. ناخد ادويه كتير، كنا كورونا ومكرون. المفروض طبعا ان انا اشوف الفيديو كده، اشوف السواكه اللي فيه، اعمل متابعه واعمل لايك وتعليق بقى وايه ودنيا. خبر ايه يا مارا؟ خبر ايه يا مارا؟ خبر ايه يا مارا؟ رجعنا للسواكه تاني، وشكلها هرجع للرياكت تاني. استنى، انت متضايق؟ متضايقش، انت قيمتك عالية قوي، انت حاجة كبيرة، لازم تعرف كويس انك احسن واحد في الدنيا. لا بس نقفل لحد هنا، هي مرارة واحدة، لو باظت مني الفيديو ده يعوض ربنا. يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري، عجل بأمري، عشان خلاص انا خلاص. بس عشان الله في الفيديو ده، مش لاصحاب بس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام. استنى، هتسيب الفيديو وتمشي؟ مش هتشترك في القناة؟ انا بحبك، اعمل اشتراك واعمل لايك. سلام. حياة النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي، اما تضحك يا اخي. حياة النبي محمد. هي مش شغالة ليه؟ بصراحة يا جدعان كده انا زهقت، والقعدة بقت مملة قوي. او ربنا يا زميل، القعدة مملة قوي. طيب بما انكم زهقتوا من القعده، فانا عندي فكره لعبه هتسلكوا جدا. كل واحد فينا يطلع الموبايل بتاعه ونحطه على الترابيزه قدامنا هنا. اكيد كل واحد فينا تليفونه هيرن النهارده، فاي حد هتجيله مسج على الموبايل بتاعته هيقراه قدام الكل، او اي مكالمه هيفتح السبيكر ونسمع كلنا ايا كانت المكالمه دي من مين. لا مؤاخذه يا رجاله على قطع كلامكم، ويعني مسج رد عليه، رد عليه. شو بقى؟ لا مؤاخذة يا ابو عمو، ما انا مش عارف يا ابو عمو. مسج يعني رسالة يا ابو عمو. طبعا بما اننا اصحاب وقريبين جدا من بعض ومش مخبيين عن بعض حاجة، فاللي موافق على اللعب واثق من نفسه يحط تليفونه على التربيزة دلوقتي. يابا اخوك رعبيته سدادة، في اي حاجة ده يسمعكوا فيها. انا موافق، انا معاكم، وانا تليفوني اهو، وانا تليفوني. طب ثانية واحدة، اجيب تليفوني وجاي. دايما انت كده اللي مأخرنا في كل حاجة. وانا تليفوني اهو. تليفون مين ده؟ لا ده مش تليفون. ايوه ده التليفون بتاعاني، الحاج عبد واحد عبد سميع. خد كلمها. الو، ايوه يا بيت. افتح السبيكر. ثانية واحدة يا بيت. افتح مين؟ يا ابني الليلة السودا. يعني ايه السبيكر دي؟ افتح الميكروفون. الميكروفون، السماعة، ايوه الميكروفون اهو. ايوه يا بيت. وحشتني قوي يا بيبي. واو، عم تكسفين قدام الرجال يا بيت. انا والله اتوحشتك. طب اتوحشتك قد ايه يا بيبي؟ ادي البحر وسمكات. الصوت ده مش غريب عليا، دي شيماء كندره قلبي، دي شيماء شبشب، دي شيماء شبشب يا ابو عمو. وجبت الرقم ده منين؟ والله يا ابو عمو غصب عني يا ابو عمو. وريني التليفون، وريني التليفون يا ابو عمو. التليفون يا ابو عمو. بس بقى بلا ابو عمو بلا مش ابو عمو. ايه يا واطيه؟ انا واطيه. امال الحمار يطلع مين بقى؟ اه مش عارفه مين معاك يعني. لا مش عارفه، وانا مش بشم على ظهر ايدي يعني. اه يا مرقوعه، وربنا لا ندمك على اليوم اللي عرفتني فيه. يلا سلام، وانت حسابك معايا بعدين.
بتخني مع شيماء شبشب؟ والله يا ابو عمو غصب عني يا ابو عمو، بس بصراحه يا رجاله البنت زلبتت القشط. خريتها كلب زي ده اعملها فيا. ابو عمو كفايه قطعت قلب عليه. ابعد عن خلقتي دلوقتي عشان لو مسكتك هفعصك.